هو تحذير يعني مش خبر، تحذير من دائرة الأراضي من عمليات نصب واحتيال عند البيع والشراء. تحديدا دائرة الأراضي والمساحة قاعدة بتحذر عند عملية من عمليات احتيال عند موضوع بيع وشراء الأراضي تحديدا. وطبعا دائرة الأراضي لو لأنه صارت عمليات احتيال وقاعدة بتصير لو مش كثيرة ما بتحذر هذا التحذير. طب وإحنا بدورنا كمان نحذركم، وخاصة أنه في ميل عند الناس دائما نحكي لشراء الأراضي والناس ما عندها خبرة، يعني مش كل الناس عندها خبرة كيف بدي أشتري أرض. فبالتالي بدنا نعطيكم شوية تحذيرات أو شوية ملاحظات، أنت لما بدك تشتري أرض انتبه هاي النقاط تحديدا عشان لا قدر الله لا توقع على فريسة احتيال أو ينضحك عليك لأي سبب من الأسباب. وبعدين أقعد طارد من خلال طبعا الشخص الذي نثق فيه دائما وندعوكم إلى متابعته، المستشار العقاري نادر علان. نادر صباح الخير. صباح الخير طارق، صباح الخير لإلك ولجميع مستمعين مزاج فم. الله يسعد صباحك. نادر، يعني دائرة الأراضي والمساحة اليوم بتحذر من عمليات احتيال أو أن تقع ضحية عملية احتيال عند تحديدا عند شراء أرض، هم هذا اللي بيحكوا. يعني هم التحذير الأول بيحكوا لك ما تشتري ولا تبيع أي شيء خارج دائرة الطابع، ما تعمل أي معاملة. شو أنت الرسالة اللي تحب توجهها للناس نادر عشان الناس تكون حذرة وشاطرة وما تضحك عليها؟ هو التحذير واضح ويبدو أنه في صار عملية احتيال أو نصب على شخص أنه بده يشتري أرض، وتم عملية توقيع أوراق خارج دائرة الأراضي. وبالتالي في مقولة واضحة، أي شيء أي شراء لعقار خارج دائرة الأراضي فهو باطل، لأنه في أسس وأنظمة وقوانين بتم مراجعتها عند إجراء معاملة بيع وشراء الأراضي داخل دائرة الأراضي، وهي محكمة وقوية جدا للحق. يعني دائرة الأراضي عندنا في إجراءات بتتم لأي عملية بيع عقار قوية وصارمة وتضمن حقوق البائع والمشتري. تمام، يعني إذا الملاحظة الأولى ما تشتري ولا تبيع إلا جوا الطابو، أما غاب برا معاملة كاتب عدل مش ما انسى الموضوع. هلا هي الحالة الوحيدة اللي بتتم خارج دائرة الأراضي ولا يتم فيها تنازل في العقار، إنما توكيل بالعقار، وهو يتم في قصر العدل أيضا أو في المحاكم. هذا شيء هذا شيء أيضا قانوني، إنك تأخذ وكالة من شخص اللي بيع قطعة الأرض أو لشراء قطعة أرض من كاتب العدل في المحاكم، وهذا شيء مختلف تماما. لكن عملية التنازل بالعقار تتم في دوائر تسجيل الأراضي اللي متوزعة حسب. طب كيف بدي أعرف أنا يا نادر إنه هاي الأرض اللي أنا اشتريتها على الورق هي نفس الأرض اللي أنا شفتها؟ تمام، هلا هاي في إجراءات لازم يأخذها كل شخص قبل شراء أي قطعة أرض. أنا جيت عند طارق وطارق عنده قطعة أرض حكالي بدي أبيعك إياها، تمام، بطلب من طارق ثلاث أوراق. ثلاث أوراق لازم يكونوا موجودين، اللي هم الأول سند التسجيل وهو القوشان، الثاني وهو مخطط الأراضي، وهدول الورقتين يصدروا من دائرة الأراضي. الورقة الثالثة وهي المخطط التنظيمي للقطعة الأرض ويصدر من الأمانة أو البلدية التابعة لإلها قطعة الأرض. ممتاز. هدول الثلاث أوراق هم أهم أوراق لشراء وبيع العقارات. ممتاز. ثاني خطوة لازم أتواصل مع مساح. في عدد كبير من المساحين المرخصين من دائرة الأراضي. بحكي معه وببعث له الأوراق، هذا المساح اطلع على قطعة الأرض وبيتم بتحديد الأربع حدود لقطعة الأرض وأنا بودون معه. يا سلام. يجي بحكي لي هاي الأرض هي حدودها 1 2 3 4 بناء على الأحداثيات اللي نازلة من دائرة الأراضي لهذه القطعة. يعني بقى المساحة قديش بياخد عادة؟ مبلغ كبير نادر، 100 دينار 50 دينار؟ لا المساحة أقل من 100 دينار، يعني بين 50 و100 دينار بكون عامل. يعني مش مبلغ والله، وإنه على الأقل تطمن بالمساحة، حدد لك أرض أقول لك هاي هي الأرض فعلا. يعني طبعا أنا إذا بدي أشتري قطعة أرض وتعبي وشقاي طبعا لازم أستثمر في هيك مبلغ بسيط عشان أطمن وأكون عارف إنه الأرض اللي ورجوني إياها هي هاي حدودها. صح 100%، 70 80 دينار ولا شيء. صحيح. طبعاً وبعد ذلك تتم عملية البيع والشراء في دائرة الأراضي أمام مستمع الإقرار، ومستمع الإقرار بيعيد المعاملة قدام البائع والمشتري، تفاصيل المعاملة إنه يا فلان اشتريت القطعة رقم كذا بالحوض رقم كذا بالمنطقة الفلانية ومساحتها كذا،
لازم تكون انت عارف التفاصيل كاملة للأرض اللي بدك تشتريها طبعا. وعندها انت بتقوم بالإجابة طيب. اشتريت وبتحاسب نادر كلام جميل جدا. الناس بيقول لك هل يستطيع أحد التعدي على أرضي بدون ما أنا أحس؟ يعني في ناس مثلا مغتربين بيجي بيشتري قطعة أرض وبتركها 10 سنين 20 سنة للزمن يعني زي ما بيحكوا. بيقدر واحد يبيع أو يشتري قطعة أرض أو يلعب فيها أو يعبث في مساحتها وأنا مش موجود؟ يعني هل في إجراء ممكن أنا أتخذه أنه أي إجراء بيتم على الأرض لازم تخبروني ولا لا هذا مش وارد؟ هلا سيد طارق قانون الملكية العقارية في الأردن قوي جدا. يعني مش ممكن قطعة الأرض تكون لإلك وتصير لغيرك. هذا كلام مبالغات ووهم وهبل يعني ما في شيء اسمه هيك. 100% زي ما حكيت لك في عندنا قانون ملكية عقارية محكم وقوي ولا يمكن التصرف في قطعة أرضك إلا بوجودك وبإرادتك. بيصير مرات اقتطاعات أو استملاكات من الدولة لقطع الأراضي ويتم التعويض. يعني التبليغ مش راح تروح بيوم وليلة تلاقي أرضك راحت. التبليغ وبكون التعويض لأنه بكون في مشروع معين شوارع توسعة يتم الاقتطاع أو يتم الاستملاك. تمام 100%. طيب نادر يعني كل الاحترام وكلامك واقعي ومنطقي ومطمئن. بتعرف فلاح صغير يا نادر صح؟ طبعا هاي بسلم عليك وبيبعت لي مسج بيقول لي بتعرف انه نادر ملياردير؟ ما بعرفش انا هو فلاح صغير بحكي هيك قاعد. ما هم الخلايلي هدول دائما بتطلعوا هيك على هذا الموضوع. اسعد صباحك نادر علان. شكرا جزيلا. اهلا بدكم واحد عن جد مليارديرين فلاح صغير ما يشوف معه مصاري يا جماعه.